أنا ما عم يغيب ما عم يغيب عن تفكيري نصيبك في حياتك يا حبيبي، نصيبك في منامك من خيالي. لحد الآن ما زلنا غير مصدقين، يعني بين التصديق وبين يعني عم نمشي بالموضوع، عم نيجي هيك على العزاء، يعني مثل بين المصدقين وغير المصدقين. في منجز حاليا صار يعني يحسب له هو توحيد السوريين، اعتقد منجز انساني اليوم يضاهي منجزه الفني. يعني كنت دائما حس انه في كيمياء خاصه بين موسيقتي وبين صورته، وهي الشراكه كانت تعني لي كثير. هو شرفني بهي الشراكه، مشان هيك انا يعني بحبه كثير، وان شاء الله انه يكون ودع هاي الحياه، وهو كمان راضي عني. يعني انا ان شاء الله اني ما اكون قصرت بعلاقتي معه. يعني انا بحبك كثير، وانت بتعني لي كثير، ورح تضل دائما تعني لي، ورح تضل دائما حبك.